بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. أيتها المواطنات، أيها المواطنون، مرة أخرى يعرف وطننا المفدى ظروف صعبة وأليمة في نفس الوقت، تجسدت في حرائق مهولة مست ما يقارب 17 ولاية من ترابنا الوطني، وتركز أكثرها في ولاية تيزي وزو. بهذه المناسبة الأليمة أجدد تعازي الخالصة والقلبية لكل من قضوا من مدنيين وعسكريين، قضوا شهداء الواجب، شهداء ألهمتهم النيران وهم يحاربونها. كارثة، إنها كارثة، ولكن إيماننا بالوطن وقوتنا وعزيمتنا لن تنهار بهذه المناسبة، سنتصدى لها إن شاء الله، بالأخص لما نعرف أن جزء من هذه الحرائق يعني تسبب فيها ربما الطقس مرتفع جدا في البحر الأبيض المتوسط بصفة عامة، ولكن أغلبها أيادي إجرامية. وفور وقوع كل هذه الحرائق طلبت من مؤسستنا للساتيليت لازال أن يزودوننا بالمعلومات الكافية حتى نرى توزيع هذه الحرائق. الصورة مهولة، صورة مهولة، صورة الساتيليت الجزائري في نفس الوقت، حرائق من بليدة إلى عنابة مرورا بولاية تيزي وزو هي المتضررة الأكثر. تصدي لهذه الحرائق التي لم يعرفها الوطن منذ عشرات السنين بهذا الحجم جعلتنا نجند كل إمكانياتنا البشرية والمادية ووسائل النقل، وسائل الإطفاء، وعلى مستوى الولايات أغلب الولايات، ثم ركزنا على ولاية تيزي وزو. ولاية تيزي وزو هي المتضررة الأكثر، والنيران اشتعلت في أماكن صعبة، صعبة جدا يعرفها من يعرف جيدا منطقة القبائل، ويعرف أنها غابات آهلة بالسكان، مش مجرد غابات. هذا الحجم غير متعودين عليه من الحرائق في مس تقريب 14 ولاية في نفس الوقت، يوم 9 أوت 14 ولاية و 33 بلدية، في يوم 11 أوت تركز في ولايتين و 20 بلدية. من 9 أوت، من بداية الحريق الأول، أصدرت تعليمات للوزير الأول وحتى على مستوى الرئاسة أن نتصل بكل الدول الأوروبية صديقة بأن نقتني من عندهم طائرات لإطفاء النار، لأن عارفين بلي التداريس ما تسمحش بإطفاء النار بوسائل تقليدية. مع الأسف، مع الأسف، ولا دولة استجابت لنا، لأن آنذاك كل الطائرات الأوروبية كانت ممركزة في اليونان وفي تركيا. بعد ما انتهوا من الحريق تاع اليونان، الحمد لله اليوم لحقتنا طائرتين فرنسيتين، غدوة تكون طائرتين إسبانيتين، ومن على ثلاثة أيام تكون طائرة سويسرية. نقدر نسيطر بهذه الكيفية، نقدر نسيطر على هذا، رغم أن الجيش الوطني الشعبي سخر ما يقارب 6 مروحيات لإطفاء نيران، وحنا نعرف الحجم تاع حمولات المروحية
ولكن هذيك هذاك الامكانيات اللي كانت بين يدينا وكلها كانت في الميدان. سديت تعليمات للجيش الوطني الشعبي انه يبدا اتصالات عند شركات اللي تبيع طائرات اطفاء. اذا من ناحيه الامكانيات عكس ما يقال هنا وهناك، الدوله وقفت بامكانياتها البشريه والماديه. ولايه تيزي وزو كان فيها ما يقارب 3000 عون تاع الحمايه المدنيه، بالاضافه الى اطارات الغابات، بالاضافه الى الجيش الوطني الشعبي، ثم المواطنين المتطوعين. سبق وقلت ان الاماكن اللي شعلوا فيها النار اماكن صعبه جدا، صعبه التدارس واهله بالسكان. الاهم كان انقاذ الارواح، وحتى الجنود اللي استشهدوا هم ينقذوا في اطفال ونساء، ما يقارب 100 مواطن انقذوا رحمهم الله، رحم الله شهداءنا الابرار من مدنيين وعسكريين اللي قضوا في ولايه تيزي وزو، في ولايه بجايه وفي الولايات الاخرى، في سطيف وقبل في خنجله، في كل الاماكن اللي شعلوا فيها النار. شيء اللي صبرنا في المصاب الجلل هذا هو الهبه التضامنيه، هذه الهبه التضامنيه تاع المواطنين. كل المواطنين الجزائريين من اقصاها الى اقصاها قلوبهم مع ولايه تيزي وزو وولايه بجايه. هذه الهبه التضامنيه ماذا بنا نحافظ عليها، كما نحافظ على الوحده الوطنيه. نتصدى كلنا الى من يريدون ان يفرقوا الجزائري بين منطقه ومنطقه. هذه امور، هذا هو الاجرام في حد ذاته. الشهداء اللي استشهدوا منهم اللي من المنطقه ومنهم اللي ماهوش من المنطقه، منهم اللي من ولايه، كثير من ولايات الجنود الشهداء اللي استشهدوا من غرب الولايات. وكل الولايات حاولت تساعد بوسائل الاطفاء اللي عندها، اللي موجوده عندها، حتى تاع خواص حاولت تساعد باش تخفف الوطن على اخواتنا واخواننا في تيزي وزو. اذا حذاري 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 من الجراثيم اللي تحوس تغتنم الفرصه باش تدخل في التفريق. الدولة الجزائرية دولة واحدة موحدة، شعب واحد موحد، من تيزي وزو إلى طمر راست، ومن تبسة إلى تلمسان. الأمور هذه مفصول فيها، ونتصدى بكل وسائل اللي يتاح لنا بها القانون باش نكسر هاد الناس اللي يمسوا الوحدة الوطنية. أما بالنسبة للناس اللي يغتنموا الفرص الحزينة مثل هذه ويسموا في الأوضاع ويحاولوا يفرقوا بين الجيش والشعب، بين الشعب والدولة، أقول لهم فقط أن المواطنين الشرفاء هما اللي ساعدوا مصالح الأمن في إلقاء القبض على بعض المشبوهين. ولحد اليوم، حد الآن أنا نتكلم فيكم، فيه 22 مشبوه موقوفون وألقي القبض عليهم بمساعدة مواطنين شرفاء أحرار، منهم 11 في تيزي وزو، 2 في جيجل، 1 في عين دفلة، 3 في المدية، و4 في عنابة. وانا ماشيين تحريات مستمرة، ونجيبوا ان شاء الله، ان شاء الله العدالة تقوم بالواجب تاعها، انا متأكد منه. وذاك علاش نلح على الوحدة الوطنية، ثم الوحدة الوطنية، ثم الوحدة الوطنية. واللي يمس الوحدة الوطنية نستعمل معاه كل وسائل يخلصها غالية، ولو راه يهدر من بعيد، تشراك الفم من بعيد، يجي الوقت وين يخلص. الوحدة الوطنية شيء مقدس، 1,500,000 شهيد استشهدوا على الوحدة الوطنية. ما نجيش اليوم لأن فيه ناس مغردين ولا غير مغردين، تحريات تاع العداله هي اللي غادي تظهر الحقيقه في الشاب
اللي اغتيل في الأربعين نتيرة. ولكن هذه ماهيش خدمة تاع كل أبناء ولاية تيزي وزو ولا كل أبناء الأربعة نتيرة. ما نستغلش الظرف ونطيح في الفخ نتاع المنظمتين الإرهابيتين اللي يحاولوا يدخلوا من هذا الباب باش يمسوا الوحدة الوطنية. حذاري حذاري حذاري. نوصي بعضنا بعض، نوصي بعضنا بعض بالوحدة الوطنية، الوحدة الوطنية، الوحدة الوطنية. هي البداية وهي النهاية. وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار.